سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ وتلميذات المستوى السادس، نلتقي مرة أخرى في أنشطة داعمة في التراكيب. الدرسان المستهدفان بالدعم: اللازم والمتعدي، المبني للمجهول والمبني للمعلوم. إذن أهداف هذه الحصة أن أكون قادرا على تعرف الظواهر اللغوية المستهدفة، استثمارها وتوظيفها. لنلاحظ الجدول التالي: استقبل الأب الضيوف. إذن جملتنا جملة فعلية، فعلها استقبل، الفاعل الأب، والمفعول به هنا ماذا استقبل أو من استقبل؟ استقبل الضيوف. لاحظوا هنا، لو لم نضيف كلمة الضيوف وتوقفنا عند استقبل الأب، هل ستكون جملتنا مفيدة؟ أكيد لا. إذن فوجود الضيوف ضروري من أجل استكمال معنى الجملة. إذن نكتشف هنا أن الفعل لن يستغني عن المفعول به في هذه الجملة. بالنسبة للجملة الثانية: يصل الولد إلى القسم. إذن أيضا جملة فعلية، فعلها يصل، من الذي يصل؟ الولد. إلى أين يصل؟ يصل إلى القسم. لو أزلنا جزء إلى القسم واكتفينا بالفعل والفاعل يصل الولد، هل جملتنا مفيدة؟ نعم فهي مفيدة، لا نحتاج إلى أي إضافات كي تكون جملة مفيدة. إذن نستنتج هنا أننا أمام ظاهرتين، ظاهرة اللازم والمتعدي. اللازم هو ماذا؟ هو فعل يكتفي بفاعله ويكون معه جملة مفيدة. نفس الشيء بالنسبة للجملة الثانية في الجدول السابق، بينما هناك أفعال لا تكتفي بالفاعل، فهي تتعدى الفاعل إلى المفعول به وتسمى الأفعال المتعدية. لنمر الآن للجزء الثاني: المبني للمجهول والمبني للمعلوم. لاحظوا هذا الجدول: أحضر التلميذ القلم. أحضرت القلم، أحضر القلم. إذن تقريبا نفس الجمل مع اختلاف في الفاعل. بالنسبة للجملة الأولى: أحضر التلميذ القلم، من أحضر القلم؟ التلميذ. إذن هنا نوع هذا الفاعل فهو ظاهر. الجملة الثانية: أحضرت القلم، نعم الفاعل هنا هو التاء المتحركة وهي ضمير متصل. أحضر القلم، من أحضر القلم؟ هو، هل هو مذكور؟ غير مذكور، ولكن فهو ضمير مستتر تقديره هو. إذن في هذه الجمل الثلاثة نعلم من قام بالفعل، سواء كان ظاهرا أو ضميرا متصلا أو ضميرا مستترا. لنلاحظ هذه الجملة: أحضر القلم، من أحضر هذا القلم؟ هل نعلمه؟ لا نعلم من أحضر القلم، ولا توجد أي إشارة على الفاء الفاعل. إذن كاستنتاج، نحن أمام ظاهرة المفعول، الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. الفعل المبني للمعلوم هو ما علم فاعله، فنحن نعلم الفاعل سواء كان ظاهرا أو ضميرا متصلا أو حتى ضميرا مستتر. بينما في الفعل المبني للمجهول فهو فعل أولا يكون متعد، ونجهل من قام بهذا الفعل، ولا توجد أي إشارة على هذا الفاعل. إذن لننتقل من جملة مبنية للمعلوم إلى جملة مبنية للمجهول، نتبع الخطوات التالية. أول خطوة: نحذف الفاعل، وهذا واضح لأن الجملة يجهل فاعلها. نرفع المفعول به ليصبح نائبا للفاعل، ثم نغير حركات الفعل كالتالي: إذا كان الفعل ماضيا نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، مثال منح، منحة. إذا كان الفعل مضارعا
نضم أوله ونفتح ما قبل آخره. مثال: يستعمل، يستعمل. إذا لنطبق ما جاء في هذا الدرس على النص التالي. لدينا نص سنقرأه ونملأ الجدول التالي من خلاله. النص هو: أذكر تماما تلك اللحظة، فقد كانت يدي تعالج قارورة الغاز وأنا أحاول أن أصلها بالأنبوب مكان القارورة الفارغة. لحظة حاسمة تستدعي التركيز الدقيق. أوصاني معلمي حين وكل إلي هذه المهمة قائلا: يبدو لي أنك فتى عاقل، ولذا يمكنني تسليمك المسؤولية. انتبه جيدا، أنت تتعامل مع مادة خطرة ولا مجال للإهمال، ولا بد من الحذر. إذا سنقرأ النص ونملأ الجدول التالي من خلاله. سنستخرج الفعل، نبين هل هو لازم أو متعد، نستخرج الفاعل والمفعول به. بالنسبة للجملة الثانية، النشاط الثاني، سنبني الجمل التالية للمجهول مع الشكل. أبني الجمل التالية للمجهول مع الشكل: شربت نهى كأس الشاي، يحقق المتفائل أهدافه، ردد المشاركون النشيد الوطني. حظ سعيد، وإلى لقاء قريب بحول الله.